يا عشبي. ايش علش؟ بس شوي خلينا نثبت عيني على قد شاي. ما ثم شاي يا عشبي. ما نكسر له في العرسة كليماتيزير لازم غير. يا ولدي دخل العرسة انا بعيد يهديك ربي يا عشبي. لك كسرت الكرايم. ليه يا رسولي ليش نقعد نلعبني معاه هذي تو؟ يا عشبي وش تو؟ اجي خذ كاسك يا عشبي يا عشبي. مش تو مش تو خلينا نكملوا الخدمة. يا عمنا مشومه في هالمبرد عملتها تطلع بطلايع ساعات الله يقدر الخير. ايش مين ما هوش يشعل عليه ما هوش يشعل. يا عجبي يا عجبي يا زلمه تطير يا عجبي. يا زلمه ايش تو؟ ايش فيك؟ ايش الزمر الزمر؟ على صمك الزمر دي؟ افتح علي افتح علي. هاي ركبت الكليماتيزير خليني بدي برد البيت. كليماتيزير تو مستلزم بيه كليماتيزير. هاتو يركب هاتو يركب. الله يهديك الله يهديك فهي العمل اللي عملتها. اسكت على راحتك خليني فيها ما تزديش البرنامج في مخك. خليني شايف ويي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 ي
الدولة هذه فيها الحق انه الممنوع المرأة في الزهاد تجيب الكليماتيزير. يا حليلك ربي حليلك ربي يا نقار، قد ما كركنت وجبت معول وتبش وآثار في الزهاد وباقي ما جبت شيء. جبتي لا جبتي والله جبتي الزهاد نتاعك ما شاء الله والله قاعد يتحدثوا بيه بلغتك المرأة السعف اللي جبتها الله يرجع زينة. صدق مسكين كان كلام الماسك كان كلام المرسي. تو ما فهمت شيء. ركبولي ورجل لامور اسمع رد بالك رد بالك خليه يروح قبل ما يجرب. يا بنتي هات نجرب هاني يمشي كلمات يصير هاني راكب فيه طاي ولي ينبخ لبخاني بك بكار. بك بكار المهم 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 نحب امريكي ثانك اسمعني نحب 18 فولت نيرة 18 شنو؟ 18 فولت هاك انت تحلي في فمك والله العظيم الجيران عندهم الحق يضحكوا عليك وعلى مخك ولا شيء غريب مشكلة ما عنديش يا بنتي قولوا 18 فولت هكا 18 زايلة بالعربي 18 زايلة بر يا زايلة بر هو المهم مين نحب 18 ها باهي ليش باهي مات يوم احنا نفخ بر يا بركي بر بر يعطيك عزية الله نفخ خليك عفريت خلينا نرتاح منك يا عجمي خاش قوة يا عجمي يا عجمي طيحش الحيط علي يا عجمي راح اسمعني شد هكا شد شنو هذا مش شوي شنو شد الكابل مغادي شد هكا كابل شنو مش عامل لك بطارية شد قال لها بطارية سايب جاي قال لها بطارية يا عاش مش فيك حبلت اخي تجنني تو مش نركب لك بطارية باش كي قص الضوء تتبرنش تو نضرب رد هو وركب الكليماتيزيور ولا برد وصلنا للبطارية ركب الكاز يا خويا خلينا نهار كامل نتعدى اليوم تو كل شيء مريق هي اول شيء شحال ايش عندك تو اي شيء تو طلب معيني طلب معيني كان ركب لك حاجة انا زايد ريتها الوتلة كاملة ركب لها يعني راهي في وجهك في وجهي ناي تهنى كون مهني سيدي تو كليماتيزير النجم يقول لك سيدي مبروك عليك كليماتيزير يا عجمي راهو نحب ينبغي قطعه ما عرفش زايده يا ذو اليوم زايدين قطعه زايده زايده شدوا شنو تقول لك باش تلاقي كليماتيزير في قطعه زايده تو انا تو ما نخرج من هنا الا ما نجربوا له كون برانشي وتحط مريقل حول الله وادري ما طالب شي تعشى نحب اخوي ينفخ نبخاني بك بكا نحب الدار يردها في الفريجيدير تهنى مش يبدا ينفخ زاده كيما تحب امام ماك تعرف زاد انت راك شبيك راه مش كيما دزويت ميل انت واخذه 9 ميل وزيد مستعمل من بو جمعه واخذه مش باش ينفخ لك زاده يا عجب يا شبيك الكلام هذا ما عادش تعاون اللعب هذا ما تلعبين شنو؟ اي كلمات يدير هذا دير 100 ميل ولا قدير 100 ميل دزويت انت تحب تاخذ دزويت هذا راه 9 ميل لا يا عجب ما تقول قدام زاهو ما تقولش شو؟ قولها جديد وديز ميل ولا دزويت ميل عجب مش واخذه بو جمعه زاده اوكازيون يا نقار عاد ما تفضحنيش باهي عاد كون مهني خلينا نشوف لك البريز تو الركحه وبحول الله البريز جديد هذاك عاجبني اش عمل لك قطعش الخير خلينا عاد نخدموا على ارواحنا تو قلت لك الوتله ريتها بتاع سوسه الحمامات وكلها مركبه لك يا عاجبني وصل علي انت بشكل والله جنيح ريتها يجابي علي بوس لي فيري جديد جنيح عليك انت هاي جنيح حسين وجماعه وجماعه الامبريال اللي صارت فيه المعركه هذاك كان مش انا الكليماتيزير مركب جثث ريتها جثث كانت تتعفن يا عجمل انا نقول لك شاد القهوه قاعد في القهوه الكل قاعد في القهوه جبتني من القهوه انا والله الاحداث العباد يحكوا راه قال لهم عجمي يخدم الكرش انت جبتني من القهوه عليك بالله نتكلم ولا نسكت يا عجم نتكلم ولا نسكت ما جبتش الشوكه هاي يا وداع هاي زاو فرحانة بالشوكه هاي هاي كيما تيزير هاي هاي تو تو كمل مش نجربوه قدامكم ما تخرجوا كان بحول الله اسمع قول نحب عيونك نفخار
كل عفريت نحبك كل عفريت. الدار يرد اسمعني، نحب الدار يردها بيردة منحكي لك سمعت. نحبها دار سيبيريا لها بيردة لا. أنا بيت لا عالمية مش بيك. هذا ما ماركة تقول. شنو تقول شنو هي الماركة بتاعها شنو هي؟ الماركة بتاعها مفسخة ما فسخت ما عرفش عليها. ما عرفش هذا شكون أنت أبو جمعة إيش قال لك الماركة بتاعها؟ يعني يصلح على راك ما كركبت نقبت الواحد لا بس واحد باهي باهي وتروج على الماركه الماركه شنو يا بنتي ماركه معروفه هذه ماركه اسمها ابو جمعه من زين جميل اول مره نسمع بها ابو جمعه هذه احسن ماركه ابو جمعه بيك ابو جمعه احسن ماركه جيبوا طاو يجيبوا في غسالات وفي فريجيدارات في الثلاجه شكون يخلط على ثلاثه دزهم لي راه تقدر كل شهر 100000 هذا الشهر كامل نضل نمشي اعود تراك الكوموند لحظه خل جربوه تراك هاي شدها ما اسمعني تو ما تحطيش ياسر او ياكل لك الضورة او كليماتيزير خليك خليك جبنا فيه خليك الضورة كنت تقول خليك الرد شنو خليك الضورة ما جيت تاكلنا سخانة والورقة كم طيشة 420 ضو بها مش نحطها قدامك باش يبدا ينفخ ويبك واحد هاي صحي نحب كل عفريتي مش ما وش يشعل عفريت على حال لحظة لحظة مش بما وش يمشي يشعل شعلين عجب يمشي البريز عجبني شعلوت فيه الكومون تقريبا البيلات هاد البيلات اورج هي البيلات ورش بيهم البيلات راه شوف يظل من البيلات تاع الكومون اورجيتهم بدل البيلات مش عندنا بيلات يعطيني عزيه على عمري شوي يعطيني عزيه جايب العجل من البيلات من البيلات ضرب الدرب هاد التلف ده هاي عجل من الجبل هذا زي قولي شي راكب لي كيما تيزير جديد دوز منين هذا الكومون بتاع التلفزه وين حطيتها كومون ما خرجت بيا مش شويه هاو عندي والله الواحد تخل بعض ها هاو عندك بحاول الله ما تمشي كان اون مارش اون بونيتا حتى بقى اما انا قلت لكم راه ياكل لكم الضو ما تحطش ياس ياكل الضو ويمشي خليه ينفخ حبه ينفخ عليه هو تو راه مش مش يبدا ينفخ زاد ينفخ خاطر بوش دز ويت ميل واحد شري دز ويت ميل دز ملاه شري بزاف قال لك هذا النوع نتاع الماركات هذا لازم ابو جمعه دز ميل اي لا ماركه باهية وما مش مش هاو. لا اله الا الله. يا ربي مشيه يا ربي مشيه. يا ربي يا ربي. يا ربي مشيه. اشحن 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 خليك 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 في 30 خلي في 30 في 30 هكا. ها مش ها بده ينفخ ها بده ينفخ. مش ولا بديت نبرد هكا حتى يروح. هاي ها ها بده ينفخ. فقداش حاطها انت تو؟ انا حاطه بحطه في ديما ركع في ال 26 انا هرب شو حتى في كلمه دير تبع فينا 26 هذيك 26 شوفها حطها لا ما باش يبرد شوي خليه يمشي ساعه يمرش خليه يمرش ومن بعد تو باش يبدا يبك يبدل راه زين اسمع الرنه نتاعه ممتاز النفخه مش قويه هاي انا قاعد يبرد تو انا قاعد يبرد بردت حتى انا مين برد اخوي شنو وجهها هاني برد بس ثم هو بارد عجبني ها 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 مش قاعد يبرد تو مش تحطه هو قاعد تسخون ترى تسخن انت ولا تبرد يا عجبي تو فهمت سخانة قاعد نلهب الدنيا تو مش عارفش لهب في الغادي عندك حق عندك حق هو سخون انا خارج عندك حق شويه زعما ايش هيني هابط عليا واحد مش عندك حق عندك حق الرجلاج الرجلاج اعمل خلنا نعمل لها رجلاج سخان سخان قاعد يخرج في السخانة صحيح صحيح عندك حق طيب طيب باش يخرج في السخانة برد ولا خرجي في السخان؟ خلنا نعملوا له رجلاج لحظه لحظه رجل بالله يا عجمي رجل خاطر عظام اللي طالعين عظام معناتها يسخنوا ويبردوا كيما تحب تسخن كيما تحب تبرد يا خويا يا خويا فيسع خويا السخان السخان شاعل فينا النار يا بابا شو واحد في هابط علي؟ عارف انا ملي فزت مصباح والنار شاعله فيه تقريبا شنو يا عجمي؟ تقريبا البارد ما يمشيش شنو البارد ما يمشيش؟ طال حديث يا عجمي اخوي 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 سخن برد سكر علي سكر علي خلي ما نستعملوا في الشتي وبر ايش نعملوا ترى سخن تقريبا شنو هنا شنو راه سخن شنو سخن واحد اخر نحطوا بعدا يبرد غشك ابو جمعه شنو شنو بكاب لي اسمع نقول لك اسمع هذا مزوز ملاين ما يبردليش شنو سخان ارفع لي يا سهو طال يسخن يسخن ما يبردش راه هذا هذاك كيفاش يسخن هذا البين يسخن نقول عليه في طبق السيف يا اوصل سخان شبيك طبعتي انت تعبني انت يا عجبي كيفاش عملت يا عمي شو عملت؟ ندري عليك هاو غشك ابو جمعه تاكل طيب باي حابس السخان حابس السخان شنو ابو جمعه ايش معناها ابو جمعه شنو ابو جمعه؟ يا حويلي لا حابس ما حابش تحبس السخانه ما حابش تحبس والله لا تربحك يا ابو جمعه يا ولدي لاحظ سخان لاحظ ضو واعمل حاجه خويا شنو ابو جمعه يا عجبي شنو ابو جمعه
كسر. طب هذه ماركه هذه طب ماركه كان انت نقاع شنو ابو جمعه في رجلك؟ مالك ابو جمعه هذه الناس هي طايحه عليا. اعطيك اعطيك يسخن اعطيك سخان. غشك ابو جمعه تو شو دخلني؟ شو ابو جمعه شنو انا قرني من بكري تعودوا لي فيها ابو جمعه فهمني. شو النوع نتاع ابو جمعه؟ نوع باهي هذا ولا؟ خويا اعطيك يسخن غشك انا قال غشك. شنو يحتاج؟ شكون هذا؟ شكون؟ فهمني انا شو قلت هو؟ غشك. علاش تقول لي هو؟ كليماتيزير زوز منين؟ هذا نفهمك هذا كليماتيزير نوع ابو جمعه ولا؟ تي نوع ابو جمعه. بلى في حبسه. ساعة طوال حبسوني ساعة طوال. حبسه الوحده ضايع شيلي ما حبش ما حبش يحبس ما حبش ما حبش حبس يا عجمي الكاتب تحبس يا عجمي ما حبش يحبس طول ساعة شيلي برا وزيد الشيلي ده شنو الحكاية تكلمني شنو الحكاية في عقلك ما تنسى الله لا تربحك يا ابو جمعة الله لا تربحك يا ابو جمعة اسمعي مو مزرف الجارانتي يا بابا انا رجعوك رجعوك جارانتي يرجع لك ابو جمعة من زمان مش تعرف ابو جمعة وش عمل هو اخليه انا جنني تنحى لا تسكر نحى خير تنحى ما حبش تنحى انا قال اعطيني 100000 خلي فيش خلي فيش 100000 حق التركيب انا تركيب ركبت انت حاجه تو عجب ما والله العظيم ما شكون ركب فيك عجب مهبول اخي ما انا كلماتي زين خليني احترم خليني احترمك عادي عجب والله العظيم عجب شكون ركبك كلماتي زين يا عزيز بالله لا عليك عادي يزيك من الغشه ويزيك من الوعي انا غشيتك اي نعم عاد برا تكلم شد بو جمعه خنا بو جمعه ما يكذبش قال لي يبرد يبرد مالها اعطاك يسخت يعني سخن لا لا تروح هذه ما تسخنيهاش لا 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 خلي الكلمه دير غاديك وخلي عجب ها نقار ما طلعها ليش لا خلي قدرك يا عجمي خليني قدرك خلي 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 100000 يا عجمي يعني 100000 عقلك ولا بلاش ضربني الشيلي مصباح وانا نركب لك كليماتي زيرك كلاطه جايبه لي من بو جمعه لا يهديك بلا اللغه يا عجمي نعرف اللغه نكذب على وتحبني نكذب على المراه نقول لها راه دزويت ميل هو ناف ميل يا مدام يا ما دخلش المراه اسكت ناف ميل والله طلع انت بتاع كليماتي زيرك طلع في الماكينات بتاع الكهرباء بتاع كليماتي زيرك لا يا عجمي انا مجلس النواب ركبت له انا فيض حفيض بتاع الاتحاد العام التونسي للشغل انا ركبت له في الدار غفاص نعم غفاص جاي نطيح في قدري معك يا عجمي غفاص امشي مش غشك يا سيب وشو ما تجي تتعدى علينا يا ودي امشي كمدري منك انت اخوي بدك تركب شنو من الحيط نقبته اعطيك سخان يا معلم اعطيك سخان مش كليماتيزير انت ايش تحب تو ناف ميل واخذه ب 100000 برا 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 يا عجمي برا برا يا عجمي برا ما تهدرش برا لما الواحد يطلع معك امشي خلصني خلصني عيشك ما تحبش من عندي خلصني عيشك يا دكتور اسمع مش يعدى عليك سيبو جمعة جي مش تعدى علي ايه وانت تعدى علي مش هي تبعي نزلة تيك مياه والله سخان هادي راه اعطيك سخان يا دي دي تراخل انا واخذ ضيف تبعي نزلة اخوي من الاخر تعطيك مياه ايه وناني ركبت لك بلاشة مالو قديه خلصني عايشك مش خلصني عايشك خلاص نعطيه 100000 ما تزيد نص قرا خا خا ما تخش اه شو سكر اه يا بس خو شو شفت اه يا بس اسمعي يا بس خو ها ها شو سكر شو سكر في معلقك في السخان خو 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 خو